نتعرف اكثر على السوبر اوت باك. تنضم لنا رنا عبود من اوتو ستارز وكلاء سوبرو لبنان. كيفك رنا؟ سافاجا. دائما بس نحكي سوبرو مجبوره تكوني معنا تضوينا اكثر على اهم السبيكس اليوم، خاصة الأمور المتطورة جدا اللي عم بتقودها سوبارو بكل طرازاتها الجديدة، واحدة منهم أكيد الأوتباك الحلوة كثير، الكروس أوفر اس يو في الناجح بكل المقاييس. السوبارو أوتباك الكروس أوفر اس يو في العريق بعالم السيارات. طبعا الأوتباك وقتها نحكي عنه عم نحكي عن كواليتي بيرفورمانس، عم نحكي عن سيارة أثبتت حالها عن جذورات كتير عالية مع السنين، وهي السيارة كمان غير إنها سيارة عائلية بامتياز عندها السيجنتشر بعالم الأفرود، يعني عم نحكي عن سيارة نجحت بعالم الأفرود وأمامتا عندها اللوكجري تبع سيارة سيدان. وشكل الحلو فيها إنه بين كلاسيك وبين طابع شوي رياضي كمان، فعلا كثير كثير ملفت شكلها الخارجي مع الروف ريلز مع الكروم الموجود على جوانب السياره وحتى على البواب من تحت، جانت كثير بطابع رياضي كمان، ويعني شكل السياره بيوحي انها اول شيء سياره فاميلي كار بكل المقاييس. اكيد فيها هيد روم، فيها ليج روم ممتاز، يعني سياره عائليه. وكمان بنذكر اتس ذا لونجست لاستنج اس يو في بفئتها، يعني من هون هالاورد اللي حازت عليه هالسوبرو اوتباك بخلي هالسياره تكون ذا بيست اند موست انتليجنت تشويس توحد عن جد يقدر يختار سياره يتكل عليها، ان كان بالسيفتي بكل الطرقات بجميع احوال الطقس، هاي هي السياره الانسب لها. وبشكل الحلو اللي عم نشوفه هلا بالفرونت فيو مع هالجريل الاجريسيف الحلو كثير، الكروم هالفوغ لايتس هالمصابيح الداخلة على الجوانب، فعلا علامات عالية كثير تاخذ سوبر اوت باك بشكل الخارجي. هلا منتبه معي حديثنا، رنا ننتقل لداخل السيارة نتعرف على الاوبشنز الكلاري اللي فيها ونحكي خاصة عن امور سيفتي. تعالنا على داخل السوبر اوت باك، يعني بنشوف اول شيء تكنولوجي عالي جدا بالسيارة، تحكم كامل سكرين بامور عديدة، حتى بالفولان اللي جاي 3 سبوكس بطابع رياضي، تحكم كمان بيكون بالبلوتوث وغيرها من الامور. خبرنا عن الديتيلز. اكيد غير انه هالسياره جدا مريحه، بتحس بالكونفورت واللوكجري، بنفس الوقت عم نلاحظ التكنولوجي الموجوده بهالسوبرو اوتباك من السكرين اللي عم نشوفه اللي بتعمل من خلاله ميرورينج على التليفون، بتستعمله بطريقه فيري فريندلي، اكيد رير فيو كام، عم نشوف هلا الالكترونيك باركينج بريك، الاكس مود. والاكس مود هو ادفانس تكنولوجي كثير مهم انه نذكرها، صارت معروفه كثير بسوبارو اكيد حق. يعني على كل الموجوده هلا على الاول نيو سوبارو اكس في، واكيد على الفورستر واللي هي دائما تحكم اضافي للسياره من خلال البريكنج سيستم، السياره السيستم دو فريناج بيكون لحاله كان بالطلعه او بالنزله, صحيح. نعم. عنا كمان دول كلايمت كنترول اي سي، صحيح اللي هي الهولد كنترول كمان. دائما كل شيء ريليتد تو سيفتي اند ادفانس تكنولوجي، تطور ديفلوبمنت دائم للسياره عم نشوفه. ستارت ستوب انجن مش بحاجه، صحيح ابدا. والسمارت انتري للسياره، البادل شيفترز، وهون في تحكم انت وعم بتسوق اكيد اذا بدك تزيد او تنقص، يعني سبورت فينا نسوقها، فينا نسوقها كمان اس اي درايف صح، انتليجنت اكيد لانه يعني صار هيدا الانجينيرنج اللي هي بيزد عليه تصنيع سياراتنا هو كل شيء، مش بس تكنولوجي اللي هو سيفتي كمان. منتابع حديثنا رنا بعد ما شفنا داخل اكيد للسوبر اوت باك، نحكي اكثر عن المحرك. تابعين حديثنا مع رنا اكيد عن السوبارو اوت باك، صار وقت نعرف اكثر محرك السياره، في انظمه كثير متطوره وحديثه عم تستعملها سوبارو خاصه بمحرك السوبارو اوت باك، خبرينا ديتيلز. السوبارو اوت باك افيلبل ب 2.5 اند 3.6 لتر
بوكسر انجن، يعني 3.6 عم نحكي بباور ممتازه جدا للسياره. صحيح، وبالاضافه اكيد للبوكسر انجن والسيمتريكال اول ويل درايف هالكومبينيشن اللي هي اكيد موجوده بالدي ان اي تبع الانجينيرنج لسيارات سوبر. عم تعطينا ستابيليتي ممتازه جدا خاصه على المنعطفات، ستابيليتي وكنترول وبرفورمانس رائعه مثل ما قلنا، كواليتي برفورمانس يعني مش معقول. اس اي درايف سبورت مود لقياده اكثر رياضيه، 3 انجنز ان 1 بتسوقه اذا بدك على الهاي واي. الانتليجنت مود هون بيعطي اكيد توفير بالبنزين، واذا حبيت تعطي برفورمانس اكثر للموتور بالطلعه مثلا كمان يو تشوز ذا سبورتس مود. طيب هلا بعرف في سبيشال ديل موجود اليوم على السياره سنه شهري بسعر كثير كثير معقول، على هيك سيارة فخمة وحلوة. صحيح، سبيشال ديلز على السوبارو اوتباك بشوروماتنا $528 بالشهر على 5 سنين. تست درايف افيلبل؟ اكيد، يعني ضروري مش بس افيلبل، لانه لازم هلا كل الناس تختبر وتحس بالكونفيدنس والبلاجر اللي دائما بنذكرها وقتها نحكي عن سوبارو اوتباك، هالكروس اوفر اس يو في الممتاز والرائع يعني بكل صفاته العاليه. لازم ضروري، وشوروماتنا اكيد بنهر الموت بالصيفي بجوني بعقلين الشوف بالزلقه واكيد بصيدا. شكرا لك رنا على كل المعلومات عن سوبرو بشكل عام وعن الاوتباك بشكل خاص كيف معنا اليوم. مشاهدينا بنشوفكم بكره بسياره جديده على الام تي في. الى اللقاء.